مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي المباشر. اتكلمنا عن محصول القمح، واتكلمنا عن الأصناف والسياسة الصنفية، اتكلمت عن المعاملات الزراعية والري والتسميد والطرق الجديدة زي طريقة الزراعة على مصاطب اللي الحمد لله كنا بنتابعها من بداياتها. نعرف المزارع يعني ايه زراعة على مصاطب. هنستكمل هذه المعلومات الإرشادية ولكن معي الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للقمح بمحافظة الشرقية. كل عام وحضرتك طيب يا دكتور عبد الله. وانت طيب يا سامح بيه، كل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها بخير وفلاحين مصر كلهم بخير ان شاء الله. ان شاء الله امين. بشكرك على المجهود اللي حضرتك بتقوم بيه وجولاتك المكوكيه يا دكتور عبد الله، ربنا يوفقك. الله يخليك يا سامح بيه، الله يخليك، ربنا يكرمك. انا هبتدي الاسئله بتاعتي بسؤال اثير اكثر من مره الفلاحين بيسالوا عنه، ايه هي الاصناف اللي المفروض ما نزرعهاش؟ الناس عايزه تتجنب حدوث اصابات زي ما حصل في بعض الاصناف اللي اصيبت بالصدى الاصفر العام الماضي او الموسم الماضي. ايه هي الاصناف اللي احنا ننصح المزارع ان هو خلاص يبتعد عنها، دي خرجت بره السياسه الصنفيه بتاعتنا؟ هو الحمد لله السنه اللي فاتت كانت طبعا سنه غربلت لنا الاصناف بتاعتنا كلها، وعلى الرغم كده الحمد لله ربنا كان كبير ما تاثرش المحصول الحمد لله. فاحنا بالنسبه للسياسه الصنفيه الجديده السنه الجديده ان شاء الله، فاحنا بالنسبه في صنف 6 12 ما زالوا المزارعين بيزرعوا رغم ان احنا بقالنا اكثر من 5 سنين دول يا جماعه بلا الصنف ده، وكان هو بؤره الاصابات اللي حصلت لبقيه الاصناف اللي اصيبت السنه اللي فاتت. ايوه. فبالنسبه ل 6 12 موسم زرعت بس منطقه اسوان وسوهاج وقبل كده لا. ايوه. ماشي. بالنسبه للوجه البحري طبعا كان الصنف البديل 6 12 كان جميز 11، المزارعين يحبوا جميز 11. أيوة. لكن للاسف السنه اللي فاتت المقاومه بتاعته اتكسرت. تمام. بالنسبه للصدى الاصفر. الاصفر. فدي طبعا يعني ممنوع برضه زراعته في الوجه البحري. تمام. برضه احنا وصينا ابويا الزرع بدايه من بني سخوف واحنا طالعين على الوجه الابلي. طيب. عايز الخص المعلومه دي في حاجه يا دكتور. يعني اذن حضرتك، يعني البحري في صنفين تم استبعادهم اللي هو جميزة 11 وايه تاني؟ شندويل واحد. وشندويل واحد دول في بحري بجانب 6 12 اللي احنا مستبعدينه من 4 5 سنوات فاتوا. و6 12 ايوه. يعني كده 3 اصناف ما يتزرعوش في البحري، ما يتزرعوش في الوجه البحري، جميزة 11. أيوة. شندويل واحد 6 12 يا جماعه 6-12. دول بلاش علشان نحافظ على المحصول بتاعنا ما يتعرضش لاي اصابات. الوجه الابلي يا دكتور عبد الله. الوجه الابلي حضرتك مسموح به بكل الاصناف سواء قمح ديورم او قمح بريد ويس، قمح خبز يعني. ان هناك ما فيش بالنسبه لدرجات حراره والرطوبه بتاع ما فيش خوف من اصابات الصدى الاصفر اللي احنا بنخاف منها هنا. تمام. يعني في الابلي ممكن يزرع جميزة 11 وشندويل واحد. كل الموجوده يعني طبيعي. في ابلي ما فيش مشكله لو زرع جميزة 11 وشندويل واحد. ده مش ما فيش مشكله بالنسبه له يزرعهم وهو مطلع. 12 بدايه من فيما بعد سوهاج واسيوط سوهاج واسوان 6-12 ما فيش مشكله برضه صنف ناجح هناك جدا والفلاحين هناك برضه بيحبوا الصنف ده. يبقى هو الحرص كله في الوجه البحري علشان ما نتعرضش لاي مشاكل وعلشان نحافظ على انتاجنا اللي الحمد لله بيزيد. نشتغل بعيدا عن اصناف جميزة 11 شندويل 1 6 12 دول بلاش منهم في راجل البحر. طيب ايوه. النهارده انتوا عندكم رساله ارشاديه مهمه جدا بتقدموها من خلال الحمله القوميه، ايه رسالتكم الارشاديه اللي احنا عايزين نعرفها النهارده للمزارع؟ هي زراعه الاصناف الموسميه اللي هي عاليه المحصول عاليه انتاجيه ومقاومه الاصداء بالاخص يعني. فعندنا ما شاء الله اجهزه 170 ممتاز، عندنا مصر واحد، عندنا مصر اثنين، وعندنا جميزة 12، عندنا حضرتك في الطريق ان شاء الله 3 اصناف ممتازين في محصول ومقاومة. تمام. في 95 في مصر 3 دول اصناف ممتازة بس لسه في مرحلة التسجيل الاكثار ان شاء الله. طيب. بالنسبة طبعا ده بالنسبة للصنف الموسم. طيب بالنسبة لطرق الزراعة طبعا اكيد حضرتك استاذنا وبنتعلم منك. لو تتذكر لما ابتدينا نتكلم عن طريقه المصاطب من حوالي 6-7 سنين كان الفلاح مستغربها. النهارده طريقه المصاطب هي نجم الاول بالنسبه لموسم القمح. عاوزين نعرف المزارع اللي لسه ما اشتغلش بيها معدل التسميد والتقاوي، طريقه عمل المصاطب، مسافه المصاطب والمساحات البينيه، ازاي يجهز نفسه للزراعه على مصاطب. هي بالنسبه الاول لو اتكلم عن طريقه الزراعه بمصاطب هي ايه مميزاتها الاول؟ ايوه. توفير ميه، توفير سماد،
توفير تهاوي. ايوه. وبجانب ده كل هاته زياده اللي هي المحصول، وبالتالي زياده دخل المزارع، عشان نوفر في المصروفات ونزود الايرادات يبقى زياده دخل المزارع. تمام. فدي اول حاجه عن بالنسبه للمصاطب. انا فايزه ازاي؟ طبعا في اول ما بدانا حضرتك كنت معانا في الشرقيه، بدانا كنا بنزرع يدوي. حصل ما كانش فيه سطرات لسه. ما كانش، حاليا في سطرات جاهزه بتزرع بتعمل بتقوم بالعمليتين مره واحده. ايوه. بتزرع الحبوب وفي نفس الوقت بتقيم المصاطب على عرض مصطبة تقريبا 120 سم وده بيتماشى مع آلات الحصاد. فعلا. واخد بال حضرتك؟ المعدل اللي تقوم مصابوه 40 كيلو. 40 كيلو الفدان. 40 كيلو الفدان مش أكتر. تمام، مش أكتر. مش أكتر. في فلاح بيزود بحيث إنه يقول لك آخد محصول أكتر، ده هيسبب له إيه؟ لا، هو حضرتك زيادة التهاوي، معدل التهاوي لها عيوبها أكتر من مميزاتها. اولا الملامح بنسميه محصول تعويضي، كل ما كان خفيف في الارض كل ما اداني فروع زياده وعوض النقص في عدد الحبوب بزياده التفريع. تمام. وكلما زاد التفريع كلما انتشر الجذور كانت النمو الملامح نمو النبات اقوى، السنبله اعلى في سواء في عدد حبوب او في وزن الحبايه. لانها واخده راحتها، انت عارف في تنافس في كل حاجه في النبات، النبات من الارض فيها تنافس، جذر فيه تنافس، على الهواء في تنافس، على الاشعه الضوء في تنافس. صح. فكلما قل التنافس كلما زادت الانتاجيه. فكتر الكثافه العاليه بتقلل بتكتر التنافس، وبالتالي ده بيجي على حساب المحصول. فعلا. عاوز اسال سؤال مهم. صح. ايه اهم المحاصيل الشتويه اللي بتنافس محصول القمح في مساحات الزراعه؟ هو طبعا بلا منافس في اول راح حاجه البرسيم، وده طبعا شيء لابد عنه، ما نقدرش نيجي ناحيته لان ده ثروه حيوانيه. ايوه. وما يترتب عليها البن والحم وما الى ذلك يعني. الحاجه الثانيه المحصول اللي هو دخل في المنافسه وقوي بنجر السكر. ايوه، وبنجر السكر. لان يعني المزارع دلوقتي بحسابها بيلاقي العائد من البنجر اعلى من القمح. لكن احنا لو زودنا انتاجنا في الارض من الفدان، من وحده الفدان بنفس التكلفه هيكسب برضه. لان انا بسال السؤال ده ليه هدف؟ لما شفنا وزارة الزراعة بتزود زراعات بنجر السكر في مشروع غرب المنيا، وده من في شأن ان هو هينشر زراعة بنجر السكر في كل المساحات اللي موجودة هناك، مش في العشرين ألف فدان فقط. فالنهاردة انا بوفر مساحة في الاراضي القديمة عشان ازرعها قمح. هي دي، ده اللي هيغير شكل التركيبة المحصولية اللي عندي في مصر عشان يبقى عندي استقرار في المحاصيل الاستراتيجية. ده عامل اساسي، لكن انا كفلاح انا بحسبها هكسب ايه؟ فلاح الوقت لا يملى عليه راينا. لا، هو ما بيملاش عليه، هو بيشوف مصلحته فين. هزرع بنجر هيدخل ليه في النهايه. صح. ده كلام سليم، لان هو اساس الفلاح بيشتغل عليه اقتصادي، هو الراجل بيحسبها اقتصاديا لان ده مشروع. هو ده فعلا، والفلاح اللي ناجح اللي هو بيحسبها اقتصاديا مش بيزرع بالبركه. لا 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 لا، ما خلاص بيحسبها اقتصاديا، المصروفات وايرادات، ده اللي زراعته ناجحه جدا كمان. العشوائيه ما بقتش تصلح لان كل حاجه تطورت. لا ما عادتش تصلح. عشوائيه اللي انا بزرع وخلاص في اي محصول يجي لي، لا ما ينفعش. ايوه، ان شاء الله قريب يا دكتور عبد الله، عايزين حضرتك تكون معانا ضيف على الهواء مباشره عشان نرد على تساؤلات الناس ونديهم المعلومات الارشاديه في وقتها المناسب باذن الله. تحت امر حضرتك، وكل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير، ومحصول ان شاء الله يكون سعيد على مصر والمصريين باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك الدكتور عبد الله سويلم، يعني مجهود رائع حضرتك بتقوم بيه، ربنا يوفقك. دكتور عبد الله سويلم رئيس الحمله القوميه للقمح بمحافظه الشرقيه. يعني الدكتور عبد الله ذكرني، قال لي احنا لما ابتدينا زراعه المصاطب وكنا في الشرقيه، وانا فعلا كان ليا الشرف ان اكون موجود مع حضراتكم، انا عاوز اقول ان علمائنا كانوا بيشتغلوا بنفسهم وبايديهم، وكانوا بيعرفوا الناس الطريقه ويبتدوا يقنعوهم. كان في هجوم شديد جدا، كان الفلاح بيتكلم على ان دي هتحتاج عماله، انت بتشتغل بايدك، الفلاح بيتكلم ان ده هيزود لي التكلفه، طب انا هستفيد ايه في الاخر؟ لا، بعد التجربه وبعد مرور السنين انت استفدت كتير، انت قللت في استهلاك المياه، قللت في استهلاك التقاوي، زودت من انتاجك في القمح، فدي كلها فوائد. لما نيجي نتكلم على ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج، يبقى الشيء الوحيد اللي يقدر يواجه هذه الازمه ان انا ازود من انتاجي بنفس التكلفه او اقل من التكلفه. فلازم نكون عندنا فعلا اقتصاديات للزراعه.